بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنكمل دروسنا، هنبدأ في الدرس الثاني من دروس الشبرون. تمام، كنا بدأنا في المرة اللي فاتت في تحويل الملفات بتاعة الأوتوكاد لسيفل 3D، وكان معانا الألاينمنت موجود عليه السنتر لاين بتاع الطريق، عرفنا ازاي نحوله لبولي لاين ومنه حولناه الألاينمنت. هنحذف احنا الحاجات القديمة دي، خلي بالك الحاجات متظبطة بس انت عايز ريفريش. لا مظبوط، ار اي انتر بس، هتعمل ار اي انتر عشان يجيب لك الخطوط السنتر سنتر وكل حاجه متظبطه. تمام. كمان عرفنا ازاي نبدا في تحويل مين؟ البروفايل من الاوتوكاد لسيفل 3 دي، وعرفنا ان احنا لازم بناخد خطوه انتقاليه على برنامج الاكسل، صح؟ وكنا كمان جبنا البروفايل بتاع الفينش جريد بتاع الطريق بتاعي على البروفايل او على السيفل 3 بالمنظر ده، صح؟ ايه رايك لو عايزين سريعا نبدا بمراجعه على المره اللي فاتت ونجيب كمان ناشونال جراوند؟ عايز اجيب البروفايل بتاع الناشونال جراوند على السيفل بتاعنا بالمنظر ده، هنعمل ايه؟ تمام. لو انت فاكر من المره اللي فاتت كنا خدنا المناسيب او الاحداثيات بتاعه البندات بتاعه الناشونال جراوند بتاعتنا بالمنظر دوت، صح؟ تمام. وفجرناها وحولناها منين؟ للميتكس اللي هو المالتي تكست. بعدها باشمهندس بقول له ايه؟ افتح الكونتنت بتاعنا بالظبط. بعدها بروح اقول له كنترول ايه ثم كنترول سي، وبطلع بره على اي ايه؟ على اكسل. على اي اكسل؟ خلينا نفتح الاكسل اللي احنا كنا شغالين عليه وليكن المره اللي فاتت. هفتح كده شيت جديد، وفي الشيت ده يا باشمهندس هقول له ايه؟ حط لي يا عمي الاحداثيات بتاعت كنترول في. جاب لنا الاحداثيات ولا لا؟ تمام. عايزين نعمل ايه؟ هم في خليه واحده عايزين ازاي؟ من داتا تكست كولوم. من داتا اقول له تكست كولوم، بعدها اقول له بقول له ديليمتد ثم نكست، ثم بختار ايه؟ السبيس كفاصل ما بين الاعمده بتاعتي، واقول له فينش. بعدها بختار الناس دي كده كلها كنترول سي، بقى في اي خليه اقول له ايه؟ بترانسفير. اه بالظبط بالظبط كده. بعدها الحاجات دي خلاص ما عادش لازمه في حاجه، فبقول له الحاجات دي خلاص ما عادش لازمه في حاجه، فبمسح العمود ده كله ديليت، صح؟ تمام. بعدها ممكن امسح الاعمده دي كده برضو مش لازمه في شيء. يا ترى هندسه ده عباره عن ايه؟ ده العمود المفروض هيشتمل على الستيشن، وده عباره عن مين؟ الاليفيجن او الزد يعني. البدايه بتاعتنا من كام؟ 18500. 18500 زي ما اتفقنا، واكيد شايك ان ده البدايه بتاعتي. بعد اخد كام؟ 18510 عشان الراجل كان واخد الانكريمنت كل 10. بعدها ادي له ايه؟ ادي له الاحتساب بتاعتي، اشيك ان انا الاند بتاعتي عند كام؟ عند ال 28، عشان لو في مشكله ما اروحش على السيفل بي المشكله اللي معايا دي. اه اللي هي عند ستيشن كام؟ 28. اذا انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش ادنى مشكله. هقفل اسيف. بعدها تمام ها هبدا اطلع لي تكستات ديليمتد ازاي من قائمه فايل، قلنا له سيف از. بعدها اروح يا عم على الديسكتوب، نفس الكلام اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، ما فيهوش ادنى مشكله. هنسميه وليكن بي بي 2 مثلا، ونختار الصيغه اللي احنا هنشتغل عليها وليكن تكست تاب ديليمتد. فين التكست تاب ديليمتد؟ بسم الله الله اكبر، اهيت سيف اوكي يس. بعدها اقدر اقفل الراجل ده كده خلاص، ما اقولش سيف خلاص انا اوريدي سيفت. اطلع لي الديسكتوب بتاعتي، اطلع لي الديسكتوب. فين الملف بتاعنا؟ ايوه بالظبط اهوت. هفتح الراجل الجميل دوت، ادا الستيشن وادا الايه؟ الايفيشن. اتفقنا ينفع لو يبقى في كتابات؟ لا بشيلها. بعدها سبيس. ايوه اهم حاجه ان انا بستبدل السبيسنج دي بمين؟ بسنجل سبيس. ازاي؟ بختار اقول له كنترول سي ثم قائمه اديت، بقول له ريبليس. ريبليس بالظبط، ثم كنترول في ثم بغيرها لمين؟ وان سبيس. بعدها بقول له سيلكت لي الاول واقفل يعني. اقدر دلوقتي اروح استقبل البروفايل ده على البروفايل بتاعي ولا لا؟ تمام. اه على نفس البروفايل اللي انا عملته قبل كده اقدر استقبل الارض الطبيعيه. ازاي هندسه؟ فكرنا من بروفايل. بروفايل بنقول له كرييت. ايوه بالظبط، اللي هو كرييت بروفايل فروم فايل. بعدها يقول لي هو فين الفايل بتاعك؟ اقول له عم على الديسكتوب باسم بي بي 2. بعدها يقول لي هتشتغل على هتسميه ايه؟ ولكن ده هيبقى اسمه ايه؟ الان جي ال اللي هو الجراوند ليفل. تحب تشوف عليه كتابات ولا حاجه؟ لا، هقول له ما تظهرليش عليه اي كتابات. بعدها اقول له اوكي يا باشمهندس، ماشي مفيش مشكله. تمام.
المفروض دلوقتي ان الراجل عامل ايه هندسه؟ تمام. ده في بص كده هتلاقي جايب لك، راح جايب لك البروفايل بتاعك اللي هو الايه الناشونال جراوند ليفل، وده الايه سطح الارض الطبيعيه. وبدا هو في عنده نقطه اللي هي عند الكام؟ عند 18 500. الراجل ايه ما جابهاش، يعني في حاجه في المنسوب بتاعها ما جابهاش. هو بدا هنا كده تمام ماشي خلاص، هنقدر نضيفها فيما بعد، ما فيش عندنا فيها ادنى مشكله. يبقى انا دلوقتي اصبح لدي مين؟ تمام ال ان جي ال، اصبح لدي الاف جي اللي هو الفينش جريد لاين، والان جي ال عند مين؟ عند البروفايل. المناسيب بتاعتهم هي نفس مناسيب مين؟ نفس مناسيب الديزاين. دي المناسيب اللي جايه لي من الاستشاري، اللي هي المفروض المناسيب المعتمده اللي هي واخده الاعتماد بتاع الاستشاري بتاعي. طيب جميل جدا. طب بالنسبه للكتابات والبندات والحاجات دي ما تشغلش دماغك بقى على الاطلاق. ليه؟ هنستقبلها على طول من التمبلت، والتمبلت المفروض اللي انا شغال عليه، يعني المفروض المكتب اللي انا شغال عليه هبدا اخد مين؟ عينه من الشغل بتاعه وابدا استقبل عليها الكتابات بتاعت المباشره. طب جميل جدا. امال احنا هنعمل ايه بقى النهارده؟ انا دلوقتي اصبح لدي الحمد لله مين؟ الالاينمنت، واصبح لدي البروفايل. بتخلي بالك المفروض انك توصل برده للسيرفيس، بس السيرفيس ده حاجه من اتنين، يا اما هيبقى يا باشمهندس معاك الاكسل بتاع مين؟ بتاع الميزانيه الشبكيه بتاعه المنطقه دي، فساعتها تعمل ايه؟ تمام تجيبه منه. هبدا على طول استقبل البوينت، استقبل الكوردينيتس على السيفل، ومنه اكريت مين؟ السيرفيس. اكريت السيرفيس زي ما احنا شرحنا في الدروس العاديه. او ممكن حضرتك زي ما هفترض النهارده، انا هفترض افتراض بسيط شويه. ايه هو؟ انا هفترض ان انا كل اللي معايا للارض الطبيعيه دي هو مين؟ الناشونال جراوند ليفل ده. وهفترض ان الارض الطبيعيه تقريبا ايه؟ مناسبها ثابته تحت الارض الطبيعيه تحت الطريق. فانا هفترض ان المنسوب ده هو المنسوب ده ثابت على مين؟ على كامل قطاع الطريق بتاعي. طب هنتعامل معاها ازاي؟ هنشوف هنتعامل معاها ازاي ان شاء الله في الكوردون. لذلك انا هفترض مبدئيا ان انا اصبح معايا مين؟ الالاينمنت خلاص، واصبح معايا البروفايل، واصبح معايا السيرفيس. طب يا باشمهندس علشان حضرتك تكمل وتبدا تعمل موديلنج للطريق وتبدا تطلع الاسمبلي، او سوري تبدا تطلع الكروس سكشنز بتاعه الطريق، يا ترى محتاج ايه حضرتك؟ محتاج الاسمبلي، ودي تعتبر اول خطوه فعليه انا هبدا بيها يا باشمهندس. يعني انا المفروض اصلا لو انا شغال في مكتب استشاري، او انا شغال لدى شركه والشركه دي جابت لي الملفات سيفل، هيبقى مش هحتاج الخطوه دي لخطوه التحويل. لو انا معايا الديزاين في شكل ايه؟ سيفل 3 دي، هل هتحتاج انك تحول؟ وكمان يا باشمهندس بالنسبه للسيرفيس انت اوريدي هتخليها منين؟ من الرفع بتاعك. فاول خطوه فعليا المفروض في الشوب درونج هي عمل مين؟ عمل الاسمبلي بتاعك. دي اول خطوه حضرتك هتبدا ايه؟ هتبدا بيها مباشره. لذلك يا باشمهندس فاول خطوه مهمه جدا معانا هي خطوه مين؟ عمل الاسمبلي. لو رحنا كده نبص على الطريق بتاعنا علشان نشوف القطاع بتاعه عامل ازاي، الراجل قال لي ان القطاع النمطي المعتمد اللي هو التيبيكال كروس سيكشن المعتمد لهذا البروجكت حاجه بالمنظر اللي قدامك ده يا باشمهندس. ايه ده؟ قال لي ان انا هنا كده عندي ده السنتر لاين، فعندنا مين؟ نيوجيرسي. نيوجيرسي دي ابعادها ايه؟ هنقدر نقيس دلوقتي. والراجل قال لي ان العرض بتاعها ايه؟ عرض الادمه 70 سم وعرض النيوجيرسي 60 سم، علشان كده في 5 سم يمين و5 سم شمال. بعدها في عندك ايه هندسه؟ تحتها ادمه. طبعا هنجيب الابعاد كده كلها، ثم في عندي حته شولدر صغير، ثم في عندي حواره 2 3، بعدها في عندك ايه؟ النيوجيرسي الثانيه بالشولدر بتاعها، بعدها في عندك الحارتين بتوع الايه؟ الملاكي، ثم النيوجيرسي ثاني، ثم الشولدر، ثم الميول الجانبيه بتاعتنا، والميول الجانبيه بتاعتنا متغيره بالمنظر ده. طيب ده القطاع النمطي في القطاع العادي بتاع الطريق اللي هو بيشتمل على كام حاره؟ على 5 حارات يمين وشمال. هو الطريق بتاعك يا باشمهندس له قطاع واحد ولا القطاع بتاعك ده عمال بيتغير؟ متغير. ده القطاع بتاعي ده عمال بيتغير من اللي فين؟ يعني لو تيجي تبص تلاقي عندنا اول قطاع بيبدا من ستيشن كام؟ 18. القطاع الاولاني المفروض هيبدا من ال 18 500، وهيدانه ماشي. الطريق بتاعك عباره عن 5 حارات يمين وشمال بالفواصل بكل حاجه ما بين النقل والملاكي، صح؟ الراجل ده هيدانه ماشي لحد فين هندسه؟ المفروض هيدانه ماشي ان شاء الله كده لحد ما نوصل داخل في الهوريزونتال كيرف ده، مازال معانا الخمس حارات، لحد ما نوصل هنا كده يا باشمهندس. ايه اللي حصل بقى هنا؟ اللي حصل هنا ان الراجل بدا يحول لك القطاع، بدل ما القطاع كان كام حاره زي ما اتفقنا؟ 5 ومفصولين، تمام، 3 و2، لا هيبدا يشيل لك مين؟ يشيل لك الفاصل اللي في النص ده، وهيبدا القطاع بتاع سيادتك يتغير من الخمسه بفاصل في النص لانه يوصل ايه؟ من غير فاصل. لخمسه من غير فاصل. طب بعدها يا باشمهندس هيبدا يستمر بخمسه شويتين، فالقطاع بتاعك الاولاني اللي هو 5 بفواصل ما بين النقل والملاكي ده بدا من 18500 لحد كام تقريبا؟ لحد هذه الاستيشن. الاستيشن دي تقريبا كام؟ 19860. 19
800 نقول 48 549 مفيش مشكله. خلينا نمشي بيه بدقه علشان كل متر هيفرق معانا. فوليكن القطاع الاولاني هيبدا من 18500 لحد 19849. طب بعدها اهي الراجل هيبدا يتغير بقى القطاع من هنا يتغير لحد فينا باشمهندس لحد ما يوصل لخمس حارات بس بدون زيادات. فين الخمس حارات بس بدون زيادات؟ اللي هو عند اندماج ده مع ده اللي هو وليكن لحد هنا كده هندسه لحد النقطه اللي عندك دي. فهيبقى في عندي قطاع القطاع عمال بيتغير وبيضم بحيث انه يقفل مين؟ يقفل الجزء اللي في النص ده بدا من الاستيشن اللي هناك لحد هنا. طب بعدها ايه اللي هيحصل؟ هيبدا القطاع وصل هنا الخمس حارات صافي هيدام مستمر بالخمس حارات دي يا باشمهندس لحد ما يروح فين؟ تلاقيه لحد ما يصل كده بسلامه الله لبدايه مين؟ بدايه الكوبري او نهايه الكوبري بتاعتك اللي هي الرمبايه. طب بعدها هيضم الطريق بدل خمس حارات هنا انا لو جيت تبص الطريق هنا ادي حاره الثانيه الثالثه الرابعه ليه الخامسه في الكوبري هيبقى كام؟ هيبقى اربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه. طب بعدها ها بعد الكوبري هيرجع يعمل ايه؟ هيرجع يزيد تاني اه بالظبط هيرجع يزيد من اربعه يرجع لخمسه ومن خمسه يرجع لايه؟ للخمسه بالفاصل بتاعتهم اللي هو بالنيوجيرسي بين النقل والملاك. لذلك انت دلوقتي هنا علشان تعمل الاسمبلي او الكروس سكشن بتاع الطريق ده عند سيادتك طريق من اثنين، الطريق الاولاني يا اما هنرسم اسمبلي واحد يا باشمهندس ونخلي الاسمبلي ده يحس بايه؟ بالتغيرات بتاعت الطريق، فلما الطريق يوسع يوسع معاه، لما الطريق يضيق يضيق ايه؟ يضيق معاه. او ان انا اروح ارسم لكل منطقه مين؟ لكل منطقه مين؟ تمام اسمبلي الاسمبلي الخاص بيها. طيب كل طريقه منهم ليها ميزه وليها عيب. الميزه بتاعت لو انت هترسم قطاع واحد وهيتغير ان انت هترسم كل اللي انت هتعمله هو عباره عن ايه؟ اسمبلي واحد، والاسمبلي ده يا باشمهندس هيستشعر بكل التغيرات بتاعتك، لكن المشكله فيه ان حضرتك لازم هتعيد رسم البلان ده بما يخدم على مين؟ لانك هتحتاج انك يبقى كل خط مستمر من بدايه الطريق بتاعك لنهايته وكل ايدج للطريق بتاعتك متصل. طب الطريقه الثانيه انك خلاص هتعمل لكل جزء القطاع بتاعه، فمش هتحتاج يا باشمهندس انك تعيد رسم مين؟ تعيد رسم القطاع دوت مره ثانيه. الطريقه الاولى ان احنا نرسم قطاع واحد ونخليه يتغير مع الطريق بتاعك، انا شارحها في فيديوهات قبل كده ممكن تبقى تشوفها، لكن هنا احنا هنتعلم ازاي نعمل ايه؟ ازاي هنعمل لكل منطقه القطاع بتاعها ونبدا نركب كله على ايه؟ على نفس الكوريدور ويطلع لنا شكل الطريق بالتغيرات بتاعته. علشان كده هتلاقي نفسك هندسه انت هنا مش هترسم اسمبلي واحد، امال هترسم ايه؟ هرسم مجموعه من الاسمبلي. كل منطقه باشمهندس هتعملها ليه؟ الاسمبلي الخاص بيها. وليكن اول قطاع عايزين نشتغل عليه هو القطاع الايه؟ النمطي. والقطاع ده يا باشمهندس اللي الراجل مديني الكروس سكشن بتاعه اللي هو في اللوحه الثانيه ده، والقطاع ده الراجل بيقول لك ايه؟ اه بالظبط اللي هو عباره عن فاصل في النص بعدها في عند سيادتك مين؟ خمس حارات الفاصلين فعندك الخمس حارات دي الفاصل ما بينها شمال ويمين. طيب عايزين نبدا نرسم بقى الاسمبل بتاعنا ده باستخدام اول مين؟ اوامر السيفل 3 دي. هنرسم الكلام دوت ازاي؟ زي اللي اتعلمناه قبل كده مع شويه فروق بسيطه جدا او شويه زيادات بسيطه جدا جدا جدا. مش عايز ده. طيب يلا عايزين نبدا نرسم مين؟ نرسم اول اسمبل عندنا، ولكن انا الاسمبل بتاعي اللي هو اللي انا هحاول التزم بيه وامشي زي وهو مين؟ هو القطاع ده، فانا هروح كده بكنترول سي هاخد يا باشمهندس القطاع دوت فين؟ جنب كده في المشروع بتاعي عشان مش كل شويه اروح للوحه دي، ولكن كنترول شيفت في هجيبه واحطه كبلوك. علشان بس ابقى ملتزم بمين؟ تمام. بالابعاد النمطيه بتاعته وبالشكل بتاعه. يا ترى عشان ابدا ارسم الاسمبل بتاعي يا عم اسلام عايز اجيب مين؟ اول حاجه احنا اتفقنا بنبدا بيه السنتر لاين. تمام. من السنتر لاين هبدا ارسم نص الطريق والنص الثاني هيبقى زيه. اه بالظبط. فانا علشان كده هرسم اجيب السنتر لاين بتاع الطريق، بعدها هبدا من تحت من الادمه اشوف الادمه بتاعتي دي ابعادها ايه ومواصفاتها ايه ابدا احطها. تمام. بعد كده ابدا احط النيو جيرسي، ثم بعد او نخلي النيو جيرسي في الاخر، فانا هبدا بعد الادمه احط ايه؟ الحارات. بعد الحارات بتاعتنا نشوف الفواصل، وفي الاخر خالص نرسم مين؟ نرسم الادمه. ولكن ده كده القطاع النمطي بتاعه هو جبته جنبي، عايز ابدا ارسم القطاع بتاعي يا عم. هعمل ايه؟ قلنا اول حاجه هبدا اروح ادور على السنتر لاين، بجيب السنتر لاين ده منين؟ من الكوريدور، بقول له كرييت لي الاسمبلي واسمي القطاع بتاعي ده. طبعا هيفضل ان كل قطاع هترسمه هتدي له ليه؟ اسم معين.
ادي له الاسم ماشي مفيش مشكله، ولكن ده هيبقى القطاع بتاع الفايف لين مثلا، بس هيفضل انك تدي له المساحه بتاعته هتبقى منين لفين. يعني القطاع ده هيبقى بادئ من كام؟ ولكن من ال 18500 تو كام يا عمي؟ 19 لحد ال 19 849. ثم اقول له ايه؟ اوكي يا عم مفيش مشكله، او يحط القطاع ده فين؟ اقول له حط لي القطاع ده هنا كده يا عم، ده اول سنتر لاين معايا. طيب من السنتر لاين ده يا عم عايز تبدا تعمل ايه؟ عايز ابدا احط الادم. وهنا هيتبقى السؤال، ايه هو الادم دي يا عم اسلام اللي هي عندك فين؟ شايف حته المستطيل اللي عندك ده؟ شايف المستطيل ده كده؟ هو ده عباره عن الادم بتاعتي. تمام. طب الادم دي يا عم اللي انت رسمتها، طبعا الادم دي المفروض بتبقى من الخرسانه العاديه، ودي اللي هتثبت فيها مين؟ الجرس اللي عندك فوق دي. طب انا عايز ابدا ارسمها، اولا لما ارسم هرسمها كلها ولا ارسم نصها؟ هرسم بس دلوقتي النص. طب جميل جدا، مش دي المشكله. امال المشكله بتاعتك ايه؟ هل منسوب الادمه دي هو منسوب الاسفلت ولا اعلى منها بشويه؟ اعلى منها بشويه طبقا لمين؟ طبقا للكروس سكشن المعتمد اللي قدامي ده. طب اعلى منها بكام؟ المسافه دي كده كام سنتي؟ طب مقاسها اشوفها. هي طبعا المفروض موجوده في اللوحات المعتمده، يعني لو رجعت للوحه المعتمده بتاعت الكروس سكشن هتقدر تجيبها بسهوله، لكن انا دلوقتي مش موجوده معايا اللوحه، فاقدر اقيس مين؟ المسافه بتاعتي دي من هنا لهنا، الاقي الراجل بيقول لي ان المسافه بتاعتك دي كام؟ ايه كام؟ 0.03، يعني كام سنتي؟ 2 سنتي. 2 سنتي معناها ان الادمه دي منسوبها اعلى من الاسفلت ب 2 سنتي. ايه لازمتهم وليه؟ مش بتاعتنا، لكن هي ايه اللي حاصل؟ منسوب الاسفلت او الادمه اعلى من الاسفلت ب 2 سنتي. طب ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدني في حاجه مهمه جدا. ايه؟ ان منسوب الاسفلت ده هو لازم منسوب الزيرو بتاعي اللي هو مين؟ الاسامبل اللي حضرتك حطيته لي ده هو ده عباره عن منسوب الاسفلت. فلما تيجي تبص الادم، الادم هتبدا منسوبها من هنا ولا هتبدا من اعلى من هنا ب 2 سم؟ من اعلى من هنا ب 2 سم. طب الاعلى دي بنجيبها ازاي يا عم اسلام؟ الله ينور عليك. لو رجعت بقى هتلاقي نفسك عشان تبدا تضيف لي اول حاجه المسافه اللي هتبدا منها الادمه، فبروح اضيفها من الساب اسامبلي واضيف لينكه. اللينكه دي بتبقى ايه؟ لينك فيرتيكال زي ما احنا شرحنا قبل كده بالظبط. الارتفاع بتاعها كام اللينكه دي؟ 0.02 اللي هو السمك اللي حضرتك عايز ايه توصل ليه اللي هو ال 2 سم. سيب الاكواد وبعد كده نبدا ايه؟ نبقى نشوف موضوع الاكواد ده. ثم اقول له ايه؟ كليك يا عم. هتلاقي هنا راح ضايف لك لينكايه. اللينكايه دي على ارتفاع كام؟ 2 سم. يا ترى من اللينكايه دي يا عم تبدا تحط مين بقى؟ ابدا احط نص الادمه بتاعتي. طب الادمه دي ابعادها كام يا عمي؟ لو رحت للادمه بتاعتك هتلاقي من الادمه كلها عباره عن كام؟ 70 سم. حضرتك لما ترسم هترسم ايه؟ نص يبقى 35. طب بعدها ايه؟ يا ترى يا باشمهندس الارتفاع بتاع الادمه ديت كام؟ كله ارتفاع الادمه كله عباره عن 15 سم. فانا عايز دلوقتي ارسم جينيريك او ارسم مستطيل. المستطيل ده كام في كام؟ 35 في 15. ارسمه ازاي دوت؟ ايضا من السب اسمبلي تول باليت. اروح لمين بقى؟ ممكن من اللينز، اهم حاجه انا هدور او بنرسم من خلال الجينيريك. فاروح للجينيريك بتاعي واقول له يا عم دلوقتي انا عايز اضيف طبقه في الرايت مفيش مشكله، عرضها كام؟ 35. مفيش شيفت، الميل بتاعها زيرو. افقيه ما فيهاش سوبر الفيجن طبعا. اواي اهم حاجه في الدبس كام؟ 15. تدي اكواد ولا حاجه ولا مش وقته؟ مش وقت الاكواد دلوقتي. فانا هبدا اديله ايه؟ هديله الرسمه بتاعتي دي. يا ترى احطها في الدايره اللي تحت ولا اللي فوق؟ لا اللي فوق. اللي فوق. فابدا احط الطبقه بتاعتي بالمنظر ده. ايه ده يا باشمهندس عباره عن ايه؟ عباره عن الادمه بتاعتك او نص الادمه يعني. طب بعدها يا ترى بعد الادمه هندسه في مين؟ في بقى بدايه خلي بالك كده. في عندك بعد الادمه في الشولدر. في حته شولدر صغير كده الراجل سابه لي. الشولدر ده عرضه كام؟ اخده بقى من الرسمه بتاعتي، اخده من الرسمه بتاعتي زي من البلان بتاعي. ازاي؟ يا ترى يا باشمهندس انت مش بترسم قطاع الطريق بتاعك هنا؟ تمام. خلي بالك ده السنتر لاين اهو صح؟ تمام. الراجل دلوقتي نهايه الشولدر قايل لك يا باشمهندس ان المسافه ده اهي اللي هي نهايه الشولدر يمين وشمال، المسافه دي كده كلها يا عمي عباره عن 60 سم. حضرتك رسمت منها كام؟ 35 سم اللي هي الادمه. يبقى اتبقى لك كام؟ 25. اتبقى لك 25. بعد كده حضرتك هتاخد مين بقى؟ اخذ الحارات بتاعتك. عندك كام حاره؟ ادي حاره الثانيه ثم الثالثه، وكل حاره كام؟ 3 متر ب60. يبقى تعالى بس الاول نرسم مين؟ تمام. ارسم ال 25 سم اللي هي ايه؟ اللي هي الشولدر اللي هي بعد ال 35. ارسمها ازاي دي يا عمي؟ ها؟
هيبقى ليه سؤال يا ترى لما تيجي ترسمه هو انا فعلا هاخد طبعا من هنا وابدا احط الصفر بتاعها بس هل هتبدا من هنا ولا عايز هنعمل جينيريك تاني تحت؟ الله ينور عليك. فعشان كده ممكن اخد الراجل المحترم ده اللي هي ايه حته اللينكيه دي واقول له ايه كوبي واحطها لي هنا بس هيبقى في مشكله. الله ينور عليك. اختارها واروح من البروبرتيز بتاعتها واخلي ايه سالب 0.02 علشان يعمل لك نقطه ايه لتحت على مسافه 2 سم. من هنا اقدر اخد مين الراجل المحترم ده واقول له كوبي واقول له ايه حط لي الحته دي هنا. طب عرضها كام ومواصفاتها كام متغير؟ يا ترى بقى الكام 0.25 طبعا ما فيش شيفت. الميل الميل بتاعك هو نفس ميل مين؟ لو جيت تبص كده بص كده الراجل ده افق ولا مايل؟ مايل ومايل بنفس ميل مين بالظبط. الحاره الحاره عندنا ميلها كام؟ 1.5. فالراجل هنا واخد الميل بتاعه 1.5 فاقول له خلي لي الميل بتاعي سالب 1.5. طب فيها سوبر انفيشن دي؟ طبعا. طب السوبر انفيشن في الرايت ولا في الليفت؟ في الرايت. فهنا بنقول له ايه رايت انسايد ولا رايت اوتسايد؟ قلنا رايت اوتسايد. رايت اوتسايد. طب الدبس باشمهندس؟ نعم. هو عباره عن طبقه واحده ولا ده هيبقى ياخد طبقات الاسفلت؟ هياخد طبقات الاسفلت. نفس طبقات الاسفلت. طبقات الاسفلت عند سيادتك كام في القطاع المعتمد؟ 6 سم طبقه اولى، 7 سم طبقه ثانيه، ثم 45 سم ايه للسن. السن دول اسفلت اولى واسفلت ثانيه وسن. فانا عندي 6 و7 وكام؟ 45. فعلشان كده اروح اعمل ايه اول طبقه دي عندك هندسه تبقى السلك بتاعها كام؟ 6 سم 0.06 اللي هي الايه الاول طبقه عندنا بالشكل الجميل اللي عندك. طب بعدها ايه؟ يلا بقى بسرعه كوبي ادي الطبقه الثانيه وادي الايه خد منها بالمره كوبي خد مين هندسه الطبقه الثالثه. طبعا دي كام؟ تمام. يعني الشولدر احنا عملنا ثلاث طبقات مختصين بيه هو بس. ايوه مش هو جزء منفصل لوحده عشان لو انت بعد كده محتاج تطلع البيانات التنفيذيه بتاعته تقدر تطلعها. طب هنا الطبقه دي كام؟ الدبس بتاعها 45. الدبس بتاعها 45 سم. بروح هنا 0.45 0.45 على طول كده. يا باشمهندس انا رسمت مين؟ الشولدر. الشولدر بتاعي ما عنديش ايه ادنى مشكله. طيب انا دلوقتي اقدر انطلق في الحرات بتاعتنا صح؟ طب لسه موضوع القدم لسه في حاجه تحت. تحت القدم. قبل ما نعدي نشوف اللي تحت القدم. طب تحت القدم عندك ايه؟ عندي سن صح؟ تمام. والسن ده يا باشمهندس بادئ منين؟ بادئ من هنا لحد تحت هنا كده بالمنظر الجميل اللي عندك ده. طب دول كده كام يا باشمهندس يا ترى؟ العرض ده كده كام؟ عشان اخد نفس المنسوب اللي تحت. طيب اقدر اقيسها من الرسمه بتاعتي؟ طبعا انا مش هقيسها من هنا لانه واضح ان الرسمه بتاعته ايه؟ مش متظبطه. فانا هقيسها من عندي. احنا خدنا هنا كده ايه؟ 15 صح؟ فلا ده هي متظبطه فعلا. يعني لو جيت تبص هتلاقي دي منسوب القدمه مع منسوب مين؟ 45. فتلاقي تحت عندك ال 45 فهو الراجل اوريدي مظبطها انا اللي ما خدتش بيها. فاقدر اخد ايه؟ اقدر اخد كوبي من الراجل ده هنا صح؟ واخد مين هنا؟ اعدل في البروبرتيز. الله ينور عليك. اعدل ايه؟ اول حاجه الميل هل دي مايله ولا افقيه؟ لا افقيه. الراجل واخدها افقيه عشان تربط مع الخرسانه فوق. الدبس ب 45 سم. لكن المشكله فين؟ في الويدز. نفس الويدز بتاع الايه؟ 35 سم. طب انا كده خلصت ليه الجزء اللي تحت القدمه بتاعتي. طيب يا ترى بقى بالنسبه للحاره الاولى اللينز. اقدر اخد من دول كده كلهم كوبي بعدها احطه فين يا عمي؟ تمام. عند النقطه دي كلهم مظبوطين بس في مشكله واحده بس هي الويدز. الله ينور عليك. الويدز بتاعك كام بتاع الحاره دي؟ 3.6 3.6 طبقا للرسمه بتاعتك. تمام. صح؟ الميل بتاعه 1.5 هو نفس الميل صح؟ فعلشان كده اقدر اخد كوبي كمان من هنا احط فين هندسه؟ الحاره الثانيه. الحاره الثانيه ثم اقدر اخد كوبي كمان هذا الحاره الثالثه احط فين؟ احط هنا. كده الحمد لله احنا وصلنا لايه؟ للثلاث حارات بتوعنا اللي هم ادي حاره الثانيه الايه؟ الثالثه مش خالص. بعد كده المفروض في عندك مين؟ في عندك الطبان الداخلي مش انت هتفصل؟ تمام. ففي طبان داخلي ثم ايه؟ جزيره. طب الطبان الداخلي ده يا ترى هيبقى منسوب ونفس منسوب الاسفلت ولا اعلى ولا اقل؟ مين اللي هيقول لك الكلام ده؟ القطاع النمطي هو القطاع اللي الراجل مديهولي. بص كده احنا خدنا ادي اول حاره الثانيه الثالثه. ده كده الجزء الايه؟ ده شولدر. ده جزء الشولدر يا باشمهندس. يا ترى منسوب نفس منسوب الاسفلت ولا اعلى ولا اقل؟ لا اقل. نفس منسوب الاسفلت بالظبط. بادئ من منسوب الاسفلت بتاعك بالظبط بنفس طبقات الايه؟ الاسفلت. طب العرض بتاعه كام؟ بنقيسه. تقدر تقيسه. قيسه منين؟ قيسه من الرسمه بتاعتك كده. واخد شوف. نفس الميل برضه. هتلاقيه واخد نفس طبعا واخد نفس الميل بتاعك نفس الميل بتاع الحارات بنفس المنسوب بتاع الحارات بتاعتك ايه؟ بالظبط. طب العرض بتاعه كام يا هندسه؟ خلينا نقيس العرض بتاعه من هنا كده وليكن احنا هناخد من هنا لحد هنا ده كده 2 متر ونص والقدمه بتاعتك كام؟ 70 اشيك بس هل ده فعلا ال 70 سم اللي الراجل رميهم هنا؟ فدي كده القدمه المفروض ال 70 سم من هنا لحد فين؟ لحد هنا صح؟
كلام مظبوط جدا. يبقى كده القطاع ايه بتاع متظبط. طب انا 5 يمين و5 شمال، ما هو ده بقى فوق في القدم، سوري فوق في النيوجيرسي. اه لكن انا دلوقتي بتكلم على القدم، فعلشان كده انا هاخد من دي كوبي. بص 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 من هنا اخد ايه كوبي، بعدها اخلي العرض بتاعهم كام دول؟ ده المفروض الشولدر الداخلي صح، يبقى كام عرضه؟ 2 متر ونص بس خلاص. طيب بعدها ابدا اعمل نفس الفكره بتاعت القدم، اضيف القدم وتحت القدم هيبقى في السن. طب اضيف القدم دي ازاي يا عمي؟ نفس الفكره بالظبط. مش انت انا خدت 2 ونص ورحت واخد القدم بتاعتك؟ نفس الفكره. فانا هاخد كده 2 سم سوري، فانا اقدر اخد كوبي من ال 2 سم دول هنا واحطهم فين؟ نفس ال 2 سم بالظبط صح؟ ثم راح اجيب مين هندسه؟ يعني ممكن اخدها معانا بالمره، ممكن اخد دي واخد دي واقول له ايه؟ كوبي واحطهم فين؟ تمام احطهم هنا. بس هيبقى فيهم مشكله، ايه هي؟ عدل في البروبيرتي. اه خلي بالك ال السمك زي الفل متظبط صح، لكن العرض احنا هناك كنا واخدين نص القدم 35، لكن هنا القدم كام؟ تمام 70 سم. فعشان كده اختار الاثنين دول واخليهم كام؟ 0.7 يا عم سوري 0.7 سم. خلاص ايه اتظبط. طيب بعد كده يا اسلام نبدا بقى ناخد الشولدر في الحارتين. اه خلي بالك بس هو ايه نشوف نشوف اهو. بص كده الراجل واخد لك هنا ايه بعد القدمه دي، واخد لك الحاره الثانيه. طب هل دي حاره ولا في مسافه ما بينها؟ نشوف من هنا لهنا كام. اه 4 متر يبقى في شولدر، وهنا كده في عندك كام؟ الثلاث الاربعه يبقى هو واخد ايه؟ واخد حارتين 4 في 4. وخلي بالك لو انت برضه عايز تبص، بص هنا هل في شولدر ولا هو حارتين على طول؟ لا حارتين على طول. اه حارتين على طول، بعدها بدا يخش على الشولدر الخارجي. فانا هاخد حارتين، العرض الحاره كام؟ 4 متر. 4 متر. فعشان كده هاخد كوبي من اي حاجه مش فارقه معايا، من دي مثلا اقول له ايه كوبي. اه بس خلي بالك بقى في مشكله برضه، ايه هي؟ تبدا من هنا ولا من تحت ال 2 سم؟ لا 2 سم من تحت. علشان كده الله ينور عليك، روح من هنا كده اهو، خد لي الايه، خد لي اللينكه دي وقول له ايه كوبي كوبي، حطها فين؟ حطها هنا اهوت. هل في جديد؟ لا لا هو هو هو. بعدها تقدر تاخد مين؟ تاخد الراجل ده تقول له ايه كوبي من هنا وتحطه فين يا عمي؟ عند النقطه دي صح؟ طبعا. بعدها تقدر تاخد ده وتقول له خلي لي العرض بتاعه كام؟ ده 4 متر. 4 متر. طيب بعدها كوبي برده الحاره الثانيه منه، حط لي الحاره الثانيه. طب بعد كده يا عم في ايه؟ في شولدر الخارجي. اه في الشولدر الخارجي بقى، وخلي بالك الشولدر الخارجي برده الراجل واخد ايه؟ الجزء المرصوف منه هو نفس ايه؟ نفس منسوب الاسفلت بالظبط. طب عرضه كام؟ هنجيبه نشوفه صح؟ ماشي. نجيبه منين؟ هنجيبه من الرسمه بتاعتنا، وليكن العرض بتاعه هو ده اهو من هنا لهنا، واخده كام دوت؟ 2 متر ونص. بعدها واخد بقى ليه؟ الجزء الاخير من الاداه بتاعتك المتر ونص. خلي بالك برضه اشيك على القطاع، فين القطاع؟ لو جيت تبص يا باشمهندس هتلاقي المسافه دي هي الايه؟ هي المتر ونص، وده هو عباره عن ايه؟ 2 متر ونص اللي هم ال 2 متر ونص بتاعتك تمام؟ فعلشان كده ناخد كوبي منين؟ من الراجل ده. ممكن ناخد من ال 2 متر ونص اللي قبله ولا خلاص، ده كده كان الشولدر 2 متر ونص، فاقدر اخد الكوبي احط فين؟ احط عند النقطه دي من نفس المنسوب بالظبط. بعدها يا عمي ابدا اخلق مين تاني؟ عاوزين نخلق ابدا اخلق ادم. خلي بالك انت في عندك الادم 70 سم ولا كام؟ لا ده هتبقى اقل من 70 سم. خلينا نشوف الادم دي كده كام؟ 60 سم بس، عشان دي ايه؟ تمام نيوجيرسي مجمع واحده. فنحط الادم بتاعتنا على ال 60 سم، بعد كده ناخد ايه؟ مرفوعه برضه 2 سم. اه مرفوعه ل 2 سم. فعلشان كده هروح اعمل ايه؟ بص كده هاخد الادم دي اهي واقول له ايه؟ كوبي واحطها فين؟ احطها هنا واظبطها. اظبطها ازاي يا عمي؟ اول حاجه اول حاجه انا مش عايز الايه، مش عايز ال 2 سم اللي ورا دول. ثانيا العرض بتاعهم دول كام يا عمي؟ بدل 70 خلوهم 70 هنخليهم 60. دي القدم بتاعتي 2 سم اللي هم اللي ورا النيوجيرسي اللي احنا مش عايزينه. 2 سم اللي كانوا نازلين تحت كان في هنا لينكايه 2 سم تحت، انا مش عايزها. ليه مش عايزها؟ لان انت من هنا كده هتنزل تاني ولا خلاص هتكمل بقى السايد ووك بتاعك او الشولدر بتاعك افقي افقي. ده كله متر ونص، خدت منه كام؟ 60. يتباع معاك كام؟ 90 سم. نفس ال 100 90 سم افق، 90 سم افقيين، يعني ده الميل بتاعك افق افق. حتى كاتب لك ايه؟ الميل بتاعك زيرو هنا اهو. فانت هنا يا باشمهندس هتروح تعمل ايه بقى؟ ماشي. ممكن الافق ده طبعا احنا عارفين بنعمله ازاي، ياخد كوبي بقى 90. اه فعلشان كده هاخد ده، واتفقنا عشان اخليه العرض بتاعه كام؟ 90. وعلشان اخليه يا عمي لاين، انا مش عايز احط طبقات، اخليه خط افقي كده. قلنا بناخد ايه؟ بصغر، باخد الدبس بتاعه، هو عباره عن جينيريك بعرض، بس العرض ده اخده ايه؟ اقرب ما يكون للزيرو زي ما اتفقنا قبل كده. ايه رايك يا عم الحاج؟ تمام جدا. هل كده خلاص؟ اه لسه، بس قبل الدي لايت قفل لي بقى مين؟ مين دي؟ تمام. الرفرفه بالظبط. الرفرفه دي كام؟ كل الطبقات؟
للطبقة السن بس، خلي بالك انت في عندك دي الأدمة الخرسانة ماليش دعوة بيها، تمام دي فقط لمين؟ تمام لطبقة السن. والرفرفة بتاعتك كام؟ 25 سم. يا ترى اعملها ازاي دي؟ فاكر؟ اه تمام. اخد دي كوبي احطها فين؟ من الواحد لواحد. الله ينور عليك. اخد دي كده، ده عرض اللي انا عايزه بس اللي هو كام؟ 0.25. وادي له الميل بتاعي بدل ما انه اقول له يس واخليه اوريدي واحد لواحد يا عم بالمناسبه. ايه رايك في الكلام ده؟ سهل ولا صعب؟ تمام. لحد دلوقتي مفيش ايه؟ مفيش اي زيادات، انا رسمت القطاع بتاعي كامل. طب يا عم ايه الجديد بقى؟ ايه الجديد يا باشمهندس؟ نيجيرسي بقى، عايز توصل نيجيرسي. اه نيوجيرسي. وفي عندك كمان الميول الجانبيه، عايز ارسم الميول الجانبيه صح؟ احنا متعودين ان احنا بنرسم الميول الجانبيه بدي لاين جنرال مش كده؟ بيديني ميل في الكات وميل في الفيل، والميل ده بتقدر تغير فيه زي ما انت عايز، سكات كات وفيل صح؟ تمام. تيجي تبص هنا تلاقي الراجل لا غير لك الموضوع شويه مش خالص. قال لك ايه؟ قال لك بالنسبه لقطاعات الكات انا عايز اخد ميل ثابت، والميل ده يبقى ميله كام؟ واحد ونص. واحد ونص الى واحد، اللي هو 3:2 يعني. تمام. يبقى الميل بتاعك يبقى 3:2. طيب بالنسبه بقى للفيل، قال لك لا انا عايز الميل بتاعي يبقى متغير. ايه يا عمي؟ قال لك بالنسبه لارتفاعات الفيل اللي اقل من متر ونص، القطاعات اللي هيبقى فيها ردم، الردم ده اقل من كام؟ من متر ونص، هنردم على ميل واحد ونص الى واحد اللي هو 3:2. طب القطاعات اللي هيبقى فيها اكبر من واحد، ميول اكبر من واحد ونص، اه يعني هيبقى واحد ونص في اكثر، يعني هنردم 2 متر هنردم 3 متر. قال لك انا عايز الميل بتاعي يبقى ايه؟ من واحد، يبقى متغير وتاخده من 2 الى 1. اه هل نقدر نعمل الكلام ده من جنريك؟ سوري من الدي لايت؟ لا. اه هو باشمهندس تقدر تستخدمه بس للاسف هيفرض عليك شويه قيود. ايه هي القيود؟ انك دلوقتي زي ما اتفقنا لو انا بطلع من جنرال، الجنرال ده بيديني ميل في الحفر وميل فيه في الرد، هل ده من حقك تغيره ولا ثابت؟ لا ثابت، ده ميل ما فيهوش تغير صح؟ فعلشان كده مش هنقدر نطلع الميول اللي معايا دي باستخدام مين؟ الدي لايت جنرال ولا حتى دي لايت بنش، لان الدي لايت بنش بيبقى برضه ثابت بس بيعمل لك بنشات. لو انت عايز تعمل بنشات في الميول بتاعتك، انا عايز انزل بميل ما بعد اخد ايه؟ تمام بيرم كده او بنش، بعدها انزل واخد بنش وانزل واخد بنش، اللي هو الميول بتاعتك تبقى واخده شكل استاجرد يعني. طيب امال هنعمله ازاي؟ لا ده موضوع سهل جدا. اولا بالنسبه للميل الاولاني اللي هو ما فيهوش مشكله، اللي هو ميل مين؟ تمام اللي واحد ونص لواحد. ميل القط، ميل القط ده ثابت ولا هيتغير؟ لا ثابت. ده ثابت صح، والمفروض يا باشمهندس هيبقى كام؟ واحد ونص. واحد ونص ثابت من النقطة بتاعتي اللي هي نقطة الدي لايت اللي أنا جبتها دي صح؟ المفروض هيطلع بميل واحد ونص إلى واحد اللي هو 3:2 صح؟ طيب ده إزاي هتعمله يا باشمهندس؟ قال لك بدل ما حضرتك هتروح من دي لايت وتبدأ تدور على دي لايت ويفرض عليك قيود، لا دور على لينكاية تأدي لك اللي أنت عايزه يا باشمهندس. أنت عايز إيه دلوقتي؟ مش أنت عايز تطلع من النقطة دي بخط، الخط ده يطلع بميل واحد ونص لحد ما يوصل ايه؟ في خط الكات. اه وخلي بالك الميل بتاعك عايزه يبقى نازل ولا عايزه يبقى طالع؟ فانا عايزه يبقى طالع بالميل واحد ونص، صح الكلام ده ولا لا؟ هل تقدر تعمل الكلام ده؟ قال لك اه. ازاي؟ هروح بقى يا عم اعمله من خلال الدي لايت؟ قال لك لا للاسف الدي لايت مش هيقدر يخدمني في الموضوع ده. امال هنعمله منين؟ قال لك ده احنا هنعمله من جينيريك. الله جينيريك؟ مش فاكر الجينيريك اللي احنا كنا بنضيفنا لاينز. اه بس هتعمله من جينيريك حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها لينك سلوب تو سيرفيس. يعني ايه لينك سلوب تو سيرفيس؟ مش انت عايز تضيف من هنا كده خط، الخط ده ياخد ميل معين ويوصل او يدانه مش لحد ما يربط مع سطح الارض الطبيعيه مثلا. تمام. اه فعلشان كده يا باشمهندس هنختار له ايه؟ لينك سلوب تو ايه؟ تو سيرفيس. اول ما هتجيب لينك سلوب تو سيرفيس هتلاقيه بيسالك على شويه اسئله بسيطه جدا. اولا هتستلم في الرايت ولا في الليفت؟ قلت له ايه؟ في الرايت. بعدها مفيش سوبر اليفيشن. بعدها باشمهندس بيسالك على مين بقى؟ الميل واحد الميل. ونص. الميل بتاعك كام؟ واحد ونص. 3:2 او ممكن تكتبه 1.5 الى 1 يا باشمهندس. تمام. طب بعدها اللينكيه بتاعتك دي هتشتغل ككت في بس ولا في اللي بس ولا في الاثنين؟ في الكت. اقول له لا يا عم دي هتشتغل اونلي في الكت. تحب تخش على ولا لا يا عم بعدين نبقى نشوف موضوع مين؟ موضوع الاكواد ده. بعدها يا باشمهندس هتروح تدي له ايه؟ الميل بتاعك بالمنظر الجميل ده. اول ما هتدي له الميل ده هتلاقي اللي حصل، بدا لك من هنا كده بلينكيه، اللينكه دي هيبقى ميلها كام؟ واحد ونص. هتقف فين؟ لغايه ما توصل للارض الطبيعيه. بس شكرا الحمد لله خلصنا من مين؟ خلصنا من الاولاني اللي هو ايه؟ هندسه الكات اللي هو السلوب بتاع السلوب بتاع منطقه الكات. طب بالنسبه بقى لموضوع الفيلم، للاسف موضوع الفيلم مش هينفع تضيف لينكيه واحده. هل ينفع ادي له لينكه من هنا كده اقول له انزل بميل ثابت ولا الميل ده انت عايزه هيختلف؟ هو متغير. اه متغير طبقا لتغير مين؟ لارتفاع او بتاع الفيل كده صح؟
فلو سيادتك يا باشمهندس هيبقى في عندك متغير لازم استخدم حاجه اسمها الكونديشنال. ايه الكونديشنال دي؟ لازم اضيف له قاعده او شرط الراجل يحترمها في اختياره لمين؟ في اختياره للميل بتاعه. انت دلوقتي يا باشمهندس عايز ايه؟ انا عايز اقول له بالنسبه لي مناطق اللي هيبقى فيها ردم، والردم ده هيبقى بيتراوح وليكن من كام؟ من صفر لحد كام؟ لحد متر ونص. لحد متر ونص استخدم ايه؟ واحد ونص. استخدم الميل بتاعك الواحد ونص الى واحد. طب الحاله الثانيه عايز اقول له بص يا عم لو الردم بتاعك ده هيبقى قيمته اكبر من كام؟ من واحد ونص لحد ما لا نهايه استخدم ايه؟ اتنين لواحد. فعلشان كده الاول هتضيف له الشرط وبعد الشرط تحط له مين؟ تمام الامكان اللي هيحترمها فيه الميل بتاعه يا باشمهندس. الشرط ده بتضيفه منين؟ بنضيفه يا عمي اسلام من حاجه اسمها الكونديشنال. يبقى علشان عندي الميول بتاعتي هتبقى ثابته ولا متغيره؟ لا متغيره. متغيره فانا لازم الاول ادي له الايه؟ الشرط اللي هيبدا يحسب او ياخد الميل بناء ايه؟ بناء عليه. فانا هقول له يا عم اديني الكونديشنال بتاعه. طب من الكونديشنال ده هتقول له ايه؟ خلي بالك الكونديشنال مش انت بتضيف سب اسمبلي، ده الكونديشنال انت بتضيف له ايه؟ كاركتيريا. يعني انا بس بقول له ايه؟ احترم القاعده اللي انا ايه؟ هقول لك عليها. فانا ما برسمش حاجه لكن بدي له قاعده الراجل ايه؟ يلتزم بيها. من الكونديشنال بتاعي ده هقول له خد لي الكونديشنال في الكات او الايه؟ او الفيل. اول ما تفتح كونديشنال في الكات او الفيل هتلاقي الراجل برده بيسالك على شويه حاجات ومنها يبدا يرسم لك الكونديشن ده او نحط الكونديشن. اول حاجه يا باشمهندس هتلاقيه بيسالك على الاتجاه. انت برده ما زلت برسم فين؟ برسم في الرايت. طب بعدها يا باشمهندس هتلاقيه بيسالك على مين؟ بيسالك على اللي اوت ويدث واللي اوت جريد. اللي اوت ويدث واللي اوت جريد دي حاجه مش مهمه معايا قوي في الكونديشنال، ولكن خلينا بس نقولها كده باي ارقام وبعد كده اقول لك ايه لازمتها. فانا ولكن اقول له خد لي يا عم الايه؟ اللي اوت ويدث ده ب 10 والميل بتاعك خده نفس الميل اللي انت عايز تلتزم بيه. الميل بتاعك اللي انت هتلتزم بيه الاولاني كام؟ ها كام؟ واحد ونص الى واحد. واحد ونص الى واحد. فانا هقول له يا عم خدها لي واحد ونص الى واحد. يعني اللي اوت ويدث ده ما اللي اوت ويدث او الجريد مش فارقين معايا. امال مين اللي هيفرق معاك؟ اللي هيفرق معاك بدايه من هنا يا ترى الكونديشنال ده هتطبقه على مين؟ على الفيلم. على الفيلم. الحدود بتاعتك ايه يا باشمهندس؟ يا ترى انت عايز الكونديشنال بتاعك ده يشتغل منين لفين بس؟ انا عاوزه يشتغل من صفر. ايوه الله ينور عليك. فانا اقول له ايه؟ خد لي يا عم من الارتفاع بتاعي صفر لحد الماكسيموم هايت كام؟ متر ونص. واحد ونص. يبقى اقول له هنا كده لحد كام؟ لحد الواحد ونص. بعدها اروح اعمل ايه يا هندسه؟ اروح ابدا احط الكونديشنال بتاعي دوت. خلي بالك الميل بتاعنا احنا عايزينه موجب ولا سالب؟ لا سالب. هيبقى سالب او علشان ايه ينزله لنا لتحت. اقدر بعد كده اروح احط الايه؟ الكونديشنال بتاع باشمهندس في هذه النقطه. تلاقي اللي حصل؟ هتلاقي راح ضايف لك خط كده، الخط ده يقول لك انا هطبقه في حاله مين؟ في حاله الفيل. وده فقط ويقول لي انا هطبقه منين؟ من صفر لحد كام؟ يا ترى من صفر لواحد ونص. عايز الميل بتاعك تبقى كام يا عمي؟ عاوز واحد ونص لواحد. فمعلش خلي بالك اللي اوت اللي انت ضيفته ده او الكونديشن اللي انت ضيفته ده، ده مش اليمنت الراجل، مش سب اسمبلي الراجل هيطلعه لك في القطاع. لا ده الشرط اللي هو هيعمل ايه؟ عليه هيختار بناء عليه يا باشمهندس. طب لو الشرط ده تحقق يا ترى عايز الراجل يعمل ايه؟ ياخد لي الامكان من واحد ونص. علشان كده بعد الراجل ده هبدا اضيف له اللينك اللي انا عايزه يحترمها فين؟ في هذا الشرط. طب اعملها ازاي؟ عشان انت برضه هتاخد لينكات زي دي كده بس هتغيرها صح؟ فعلشان كده ممكن اخد دي اقول له ايه؟ كوبي واروح احطها فين؟ تمام. هل مظبوطه؟ لا طبعا. اظبطها ازاي؟ اولا هي برضه في الرايت مفيش مشكله، الميل بتاعها نزلها بالسالب. الميل بتاعها احنا عايزينه كام؟ اتنين. اتنين لواحد. اتنين لواحد ولا واحد ونص؟ واحد ونص الى واحد. فاقول له ايه؟ مش دي الشرط التاني؟ خلينا نشوف. 2 لواحد. واحد ونص الى واحد، الميل الاولاني احنا ده شغال عليه واحد ونص الى واحد، ماشي؟ لا خلي بالك انا ما زلت ده كله في الاولاني. يعني احنا لسه في الاولاني. خلي بالك انت برضو هربت منها، هقول لك دلوقتي حاجه. دي هنطبقها فين بس الاول؟ في الفيل اونلي ومش فارق معايا اي حاجه دلوقتي يا عم اسلام. بص كده انا قلت له ايه؟ انا قلت له خد لي يا عم الشرط الاولاني، الشرط الاولاني ده هو عباره عن ايه؟ خلي بالك اللي انت ضفته دي الكلمه دي مش المنت هيترسم، ده الشرط. ده الشرط، الكونديشنال ده الشرط. انا بقول له اذا تحقق هذا الشرط اللي هو الارتفاع ما بين النقطه دي وما بين سطح الارض بيتراوح من صفر لحد واحد ونص احترم مين؟ تمام. احترم هذا الملك. اذا دي زي ما قلت لك مش اليمنت هيترسم، ده ايه؟ تمام ده شرط. طيب كده انا حققت ايه؟ اول كونديشنال عندي او اول شرط الراجل ايه عايز يحترم عليه او يشتغل عليه. طب الشرط الثاني نفس الفكره بالظبط. هقول له ايه بقى؟ هقول له بص يا عم اذا الارتفاع من النقطه ديت لحد مين؟ لغايه ال 2 متر. كان كام بقى؟ كان من بيتراوح من متر ونص او من متر و60 اللي هو اعلى من متر ونص، يعني لحد ما توصل لحد كام؟ من متر
لحد ما لا نهايه. يعني ما لا نهايه؟ اي مش احنا قلنا اكبر من 1.5 مش الراجل قال لك اهو اكبر من 1.5 اذا كان الاتش بتاعك يا باشمهندس هيبقى ايه؟ اكبر من 1.5 اهو احنا عكسنا. خلي بالك الميل بتاعك لو اكبر لو الارتفاع ده اكبر من 1.5 احنا عكسنا سوري يبقى الارتفاع بتاعك لو اكبر من 1.5 انت هتشتغل على كام؟ هتشتغل على الميل بتاعك 1.5 لو الميل بتاعك يا باشمهندس اقل من 1.5 هتشتغل بميل كام؟ 2 الى 1 فاحنا عكسنا. طب نظبطها اظبطها ازاي؟ يبقى انا كده الميل بتاعي دوت اللي هو من 0 ل 1.5 المفروض الميل بتاعنا يبقى كام؟ 2 ل 1 بقى هيبقى 2 ل 1 فانا بقول له يا عمي الميل بتاعي من 0 لحد 1.5 اشتغل على ميل 2 الى 1 بقول له ايه؟ خده سالب 2.1 ظبط لك الميل يا باشمهندس خلاص تمام. طب بالنسبه للشرط الثاني بقى خلينا ناخد ده برده ايه علشان يبقى متظبط قلنا ده كان سالب كام؟ سالب 2 الى 1 مع ان الميل ده مش فارق معايا. طيب بعدها يا عمي يبقى ده كده الراجل هيحترمه في حاله مين؟ اذا كان الفيل بتاعي الفيل بتاعي بيتراوح من 0 لحد متر ونص هيشتغل على ميل كام؟ احنا قلنا هو لو الميل بتاعنا اقل من 1.5 هيشتغل على ميل 2 الى 1 اقل من 1.5 ده اللي هو من كام لكام؟ تمام من 0 ل 1.5. طب الكونديشنال الثاني عايز اضيف كونديشنال ثاني. الكونديشنال ده ياخد الميل بتاعي في حاله لما يبقى من متر ونص فيما ايه؟ فيما فوق يشتغل على ميل 1.5 الى 1 اعمله ازاي ده يا عمي؟ نفس الطريقه بالظبط. قول لي بقى كده بسرعه من اد هقول له كونديشنال من كونديشنال كات اند فيل ها تمام ماشي بعدها هو الرايت زي ما هو خلي بالك اللي اوت ويتس هو المسافه اللي الراجل بيرسم لي بقى الكونديشنال ده هتفرق معاك في حاجه لا لا ولا الهوا ولا هتطلع معايا فعلشان كده اقول له خدها لي 10. طب الميل اللي هيرسم بيه هو الميل اللي الراجل بيرسم بيه ده الكونديشنال هيفرق معاك في حاجه ولا الهوا؟ الكونديشنال ده انت هتشتغل على كام بقى؟ 2 الى 1 ولا 1.5 الى 1؟ 1.5. ركز يا عم اسلام يبقى ده 1 وسالب 1.5 الى 1 تمام. طب بعدها هتشغله فين؟ في الفيل. الشرط ده عايز يتحقق من فين يا باشمهندس؟ من انا هقول له التزم لي بهذا الميل اللي هو يبقى 1.5 الى 1 امتى؟ لما يبقى ارتفاع الحفر بتاعي بيبدا من 1.5 لحد مين؟ ما لا نهايه الى ما لا نهايه اللي هو اكبر من كام؟ اكبر من 1.5. وراح اعمل ايه بقى يا عمي؟ احط الرجل المحترم ده عندي نفس النقطه بالمنظر ده ادي ده الميل الايه؟ اللي هو الواحد ونص بتاعك. طيب بقى لو الشرط ده اتحقق يا ترى الراجل هيرسم لك مين؟ المفروض هيرسم لي لينكا بايه؟ تمام بميل اللي هو الواحد ونص الى واحد فعشان كده اخد دي اخد منها كوبي يا عمي واقول له يا عم اسلام ها اقول له الميل بتاعها ده انا عايزه كام؟ بالظبط عايزينه يبقى كام ده؟ هنقول له سالب 1.5 الى 1 يا عم هتلاقي الميل بتاعك مش خلصت زي ما في مشكله في هذا الكلام ولا الموضوع اصبح بسيط؟ موضوع اصبح بسيط يبقى دي اول اضافه عندنا ان انا لو انا عندي ايه؟ لو عندي شروط بناء عليها ابدا اختار الميل. خلي بالك المشكله عندي ان الميل هنا كان ثابت ولا مختلف؟ لا مختلف كان مختلف فعلشان كده كان لازم اضيف الشرط الاول فانا قلت للراجل ايه؟ اذا كان الارتفاع بتاعي ده بيتراوح من صفر لحد 1.5 اشتغل على هذا الميل اللي هو ايه؟ 2 الى 1. طب واذا كان الميل بتاعي بيبقى اكبر من 1.5 التزم بهذا الميل بتاعنا يا باشمهندس اللي هو ايه؟ 1.5 الى 1. طيب جميل من هذا الكلام خلصت ولا لسه؟ لا لسه مين؟ لسه بقى النيوجيرسي لسه النيوجيرسي بتاعنا هندسه اللي هو النيوجيرسي اللي هنا والنيوجيرسي اللي هنا والنيوجيرسي الايه؟ اللي في السنتر اللي في السنتر. النيوجيرسي ده عشان ترسمها بولي لاين ومنها تحولها للاسمبلي. طيب علشان ارسمها انا هبدا بس الاول اعمل ايه؟ ميرور للعناصر بتاعتي كامله وبعد الميرور ابدا ارسم كل الاسمبلي بتاعتي كلها ايه؟ مره واحده. انا هرسم طبعا واحده للايدج وواحده للسنتر وابدا اخدها كوبي موشن. طيب هعمل ميرور لمين؟ هختار الناس دي كده كلها وان كان ممكن الكونديشنال ده يعمل مشكله فهنجرب هاخد ده كده كله مرات بنبقى نغير اتجاهه بس مفيش مشكله احنا هنجرب ولو في اي مشاكل هنقدر ايه؟ هنقدر نحلها. انا اخترت مين هندسه؟ اخترت كل الناس اللي انا عايز اعمل لها ميرور لما الثانيه صح؟ تمام. ومن قائمه مين؟ ميرور مش هيختاره خلينا ناخد دول كده بس الاول ثم ناخد دول كده ايه؟ مع بعضهم دلوقتي انا عايز اعمل ميرور فلكن هاخد كده ولكن ده وده واقول له ايه؟ ميرور وابدا احط فين يا عمي؟ حوالين النقطه اللي احنا اتفقنا عليها خلاص ان انا بعمل عليها الميرور بتاعي بعدها ولكن اخد ده ماشي ودوت وده بس هيبقى فيه مشكله ولكن ناخد ده كده الاول كوبي
لا انا هاخد ده بس والله علشان هي المشكلة الجينيريك، اه اللينكية الصغيرة دي، فعلشان كده انا هاخد دول، اقدر اخد دول كده ثم دول كده ثم دول مات كده ماشي. خلينا ناخدها واحدة واحدة. ميرور من هنا احط فين؟ هنا تمام ده حتى احط فيه البوينت اللي احنا خلقناها دي، فهتبقى على مسافة الاتنين. بعدها يا عمي نحاول ناخد مين؟ من اول الادمه بتاعتك. اه احنا خدنا لحد الادمه، خد من اول. فهل هيقبلها؟ طيب والله راجل ابن حلال. بعدها خلي بالك هو برضه مش هينفع ناخد دي الاول هناك، واللي تحتها مش هينفع. اه ناخد دي بس الاول هناك، اللي هي اللينكه دي هناك كوبي هناك لما التانية، عشان لما اجي اعمل ميرور اعمل ايه؟ تمام عند هذه البوينت. بعدها هبدأ اخد الناس المحترمة دي تمام، ثم الناس دمت، ثم الناس دمت، ثم الناس دي تمام كده كويس. بعدها اقول له ايه؟ ميرور فين؟ حوالين النقطة الجميلة دي. بعدها تمام ناخد الراجل ده مع دوت مع ده، نقول له مرر فين؟ تمام اليمة دي حوالين النقطة اللي فوق دي تمام ماشي زي الفل. وبحط رجلي راجل عمال مرر. طيب كده هندسة انا تقريبا خلصت ايه؟ خلصت الاسمبلي بتاعي، بقى لي بس في ان انا اضيف مين؟ الريفرس اللي فوق دي. خلي بالك كل القطاعات اللي جايه بعد كده، احنا دلوقتي اتفقنا هنرسم قطاعه واحده ولا قطاعات؟ قطاعات. يا ترى هترسمها من جديد ولا هتاخد من ده؟ لا كوبي من اه هتاخد كوبي من ده وتبدا ايه؟ تمام. لو في زياده تضيف، لو في نقص تمام تشيل، وتبدا تظبط هذا القطاع على بال ايه؟ القطاعات بتاعتك كامله. فانا دلوقتي عايز ابدا ارسم اخر حاجه عندي اللي هي ايه؟ النيوجيرس. لحظه البرنامج بيسيف. لو انا عايز ابدا ارسم الادمه يا عم اسلام، ارسم الادمه ازاي؟ انا هروح ارسم الادمه بتاعتي بنفس الابعاد الايه؟ النمطيه اللي فوق. خلي بالك الابعاد بتاعت الادمه بتبقى ابعاد شبه ايه؟ شبه ثابته، لان الابعاد دي جايه من الكود وبتبقى لها وظيفه معينه ان هي بتمنع الايه؟ الاضاءه بتاعت النتيجين وفاصل في الحركه. فالابعاد بتاعتها شبه ايه؟ شبه ثابته. طيب الراجل رسمها ازاي؟ واخد الادمه بتاعتك يا عم عباره عن خط او مضلع، يعني المضلع ده العرض بتاعه كام تحت؟ كام يا عم؟ ها؟ 60 سنتي. بعدها ال 60 سنتي دول طالع منهم فوق المسافه الرئيسيه دي كده كام؟ تمام 7 سنتي ونص. ونص. بعدها مكمل من هنا لحد هنا كده المسافه الرئيسيه دي كده كام؟ 28 لا من هنا لحد هنا كده كام؟ 20 سنتي. 20 سنتي. بعدها طالع هنا كده كام؟ 42 سنتي. 42 سنتي ونص ماشي؟ بعدها المسافه دي طبعا المسافه تحت 60 سنتي، المسافه من هنا لهنا كده كام؟ 20 سنتي ومقفل عليها، يعني 20 سنتي فوق زيها زي ايه؟ زي تحت. هل تقدر ترسم لي الحاجه دي؟ خلي بالك انت ممكن اسهل حاجه تجيب امر بولي لاين كده او امر لاين وترسم ايه؟ طب يا باشمهندس ترسم خط عليها. او انا ممكن ارسمها يا باشمهندس على طول تحت، فاقدر بامر بولي لاين بي ال انتر او لاين عادي مفيش مشكله. بعدها اخد خط، الخط الافقي ده عرضه كام تحت؟ ها؟ 60.6. هيطلع كام فوق؟ تمام هيطلع 0.075. بعدها يا باشمهندس تقدر تنهي من هنا كده، ولكن خد لي يا عم ايه النص، انا هرسم النص واعمل ميرور حواليه اليمه الثانيه. النص ده علشان تجيب العرض من فوق تاخد اوفست على مسافه كام؟ اوفست على مسافه 0.1 بالظبط، يعني ولا 20 كلها 20. طب من هنا عشان تجيب نهايه الخط اللي هي النقطه اللي فوق دي تاخد اوفست على مسافه كام؟ او من فوق تجيب على مسافه كام؟ خلينا من تحت، من تحت انا من تحت اخد كام؟ 20 و7 ونص المسافه. انا عايز اجيب نهايه المسافه المايله اللي هي النقطه اللي عندك دي، فاوفست على مسافه كام؟ 0.275 صح؟ او ممكن القطها اوفست على المسافه دي اللي هي من هنا لحد فين؟ لحد هنا اهوت كده يا عم اسلام، صح الكلام ده ولا ايه؟ من هنا لحد هنا اخد من الخط الافقي ده من هنا لحد هنا، بعدها بامر فيلت انهي ده مع ده، بعدها بامر لاين اخد ده من هنا لحد هنا. ايه اللي حصل يا حاج؟ طلعت الشكل الميل بتاعك؟ طب بعدها عايز اجيب النهايه بتاعتي فوق، يا ترى الارتفاع بتاع الحاجه دي كام؟ بامر اوفست اقدر اخد البعد ده من هنا لحد فين؟ لحد هنا كده. باخده يا باشمهندس من هنا لحد ايه؟ لحد هنا فوق. بعدها بامر فيلت اقدر انهي ده مع مين؟ مع ده، واقدر انهي ده مع ده خلاص، واقدر بامر مين؟ تمام تمام.
خلي بالك دي هتبقى هي النص، لو هنستخدمها جانبيه هتبقى هي النص، لو هنستخدمها كلها هتبقى فاضل يا باشمهندس بعمر ميرور ام اي انتر، خدها كده واطبقها اليمه الثانيه كده، ادي الجيست بتاعتك عامله بايه بالشكل كده. هل صعب الكلام ده؟ قلنا كان اسهل طريقه ممكن نجيب ايه؟ امر بولي لاين ونرسم ايه، او امر لاين ونرسم عليها ايه الخط بتاعها. طب دي مش صفه تعمل جينيريك والكلام ده برضه؟ ينفع ممكن تجيبها بس ده الاسهل بتاعها. وميل وبتاع؟ لا ده هي في اصلا بارير، يعني في بارير جوه البرنامج، بس الموضوع ايه مش مستاهل يعني. انا جبتها يا باشمهندس ايه بالمنظر ده، فده عندي ايه وليكن الجرس اللي هتبقى فين؟ في النص هنا كده. خلي بالك بس انا قبل ما اروح المقع في المحظور انا هاخد كوبي منها عشان لما نيجي نستخدم الايه؟ تمام. نعمل الطرفيه شمال ويمين. انا دلوقتي يا عمي عندي البردوره بتاعت ايه او النيوجيرسي بتاعت انا رسمتها، بس رسمتها بامر لاين بتاع الاوتوكاد. هل ينفع ان انا احولها للسب اسمبلي لجزء من الاسمبلي؟ ينفع. ازاي؟ لو رحت من قائمه كوريدور يا باشمهندس هتلاقي حاجه اسمها ايه؟ كرييت سب اسمبلي فروم بولي لاين، مش من لاين. تمام. انا رسمها بلاين، اعمل ايه؟ فروم بولي لاين. ازاي احولها بقى من لاين لبولي لاين؟ جوين. ايه يا عمي، ايه يا عم تصحى يا عم، جوين جي انتر واختار الناس دي كده كلها من هنا لحد هنا، الاقي اللي حصل يا هندسه اتحولت. اقدر بكل بساطه اروح اقول له من الكوريدور كريت اسمبلي فروم اول لاين، لا انا رسمها لاين. بعدها اقدر ايه اختار العنصر ده يقول لي هتسميه، ولا اقول له يا عم هسميه النيوجيرسي بتاعتي، اقول له اوكي عادي. هتلاقي اللي حصل يا باشمهندس بدا يتعرف عليا انه ايه. طب دي الخرسانة عادية، لو انا عاوز احسب، لو انا عاوز طالع مساحة بدأ يتعرف عليها على انه ايه؟ تمام، ان هي طيب بكده يا باشمهندس انا عملت ايه؟ حولت ال 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 البارير بتاعتي او النجيرس بتاعتي مين لسب اسمبلي. عايز بقى اخدها احطها في مكانها بالظبط، مكانها فين؟ المفروض النقطة دي هتروح تنطبق على مين؟ على السنتر لاين عشان تبقى في النص بالظبط، صح؟ بس في هنا مشكلة، ايه؟ ازاي بقى هنقل الراجل ده من هنا لهنا؟ ده هو ماسكها منين المفروض؟ النقطة دي. لا يا باشمهندس انت ممكن تروح تعمل حاجة اسمها موديفاي للأوريجن. بص كده لما بختار هذا السب اسمبلي فوق هتلاقي في حاجة اسمها ايه؟ موديفاي أوريجن. يعني ايه موديفاي للأوريجن؟ الأوريجن هي النقطة اللي الراجل هيمسك منها دي، هل تمشي معاك ولا عايز تعدلها؟ فاقول له موديفاي للأوريجن، يقول لي طب اختار لي يا عم النقطة اللي أنت عايزها، أقول له يا عم أنا عايزك تمسك النقطة دي. بص كده اللي حصل، أصبحت السب اسمبلي بتاعتك مالها؟ تمسكها بالسنتر. تقدر يا باشمهندس دلوقتي تختار هذه الأسمبلي وتبدأ تقول له ايه؟ ضفها لي يا عم. طبعا انت ممكن تاخدها من هنا كده على طول لمين؟ للراجل المحترم ده، تلاقي الراجل حطها في مكانها مباشره. او ممكن تروح تقول له اد تو اسمبلي، يعني ممكن تختار النقطه بتاعتك دي من هنا تسيبها زي ما هي وتقول له حاجه اسمها ايه؟ اد تو اسمبلي. اد تو اسمبلي، ضفها يا عم ليه الاسمبلي بتاعي، وتختار يا باشمهندس النقطه اللي انت ايه عايز تضيفها ليها، فتلاقي الراجل اللي حطيتها في مكانها بالظبط، وحتى ما فيش اوفست ما بين الاثنين. طب هل النيوجيرس دي هتبقى موجوده هنا كده بس ولا موجوده هنا كده كمان؟ لا هنا كمان موجود هنا كمان، بس في مشكله هنا. ايه هي؟ يا ترى يا باشمهندس لما تيجي تمسك النيوجيرس بتاعتك دي من هنا وتاخدها تحطها في مكانها هناك هتعمل ايه؟ تحطها منين او تاخدها منين؟ تمام. انت عايز تمسكها منين هنا؟ يا ترى لازم تحط في نص ولا مفيش نقطه نص هنا اساسا؟ مفيش نص. مفيش نص. طب اعمل ايه؟ احل المشكله دي ازاي؟ لازم من هنا كده اخلق مسافه على 5 سم، النقطه اللي انا عايزها اللي هي 5 سم، وابدا الاورجن يعني. الله ينور عليك، وتعمل موديفاي للاورجن وتقدر ايه؟ تمام. تقدر تضيف النقطه دي. هل تقدر تعمل الكلام ده؟ طب جميل جدا. طب عايز اضيف دي كده كمان بالمره اللي هي نقطه مين؟ النيجيرس الاخيره اللي عندك دي، هعمل ايه؟ لازم هروح يا باشمهندس 5 سم برضه وارسمها. بس لازم ارسمها الاول، هي موجوده عندي النيجيرس دي ولا مش موجوده؟ لا مش موجود، هي مش نص. خلي بالك نص اللي احنا عملناها، فعلشان كده تعمل ايه؟ هاخد كوبي من ال كوبي من النيوجيرس دي كده اللي انا كنت سايبها عشان نشتغل عليها، وابدا اخدها هنا كده يا باشمهندس وابدا اعمل. خلي بالك بس انا عايز احسب العرض بتاعها شويه. الله ينور عليك، العرض هيبقى ال 20 سم كله مش 10. يعني متخيل 15، يعني الراجل واخده ايه؟ لا ده ولا ده 15. ماشي، فانا ما عنديش مشكله، ناخد اوفست على مسافه 0.15. الله ينور عليك، من هنا لهنا وبامر ايه فيلت، من هنا ننهي مع مين؟ ننهي من ده مع ده، من ده مع مين يا عمي؟ من ده مع ده. اقدر دلوقتي اعمل ايه؟ اقدر دلوقتي اعمل ايه يا حاج؟ تمام. اعمل ايه؟ نشيلها بقى جوين الاول، جوين الموبايل مع بعضهم، بعدها وبعد كده كوريدور كريت فروم بولي لاين، بعدها اختار الراجل ده واسميها وليكن نيوجيرسي 02. اوكي، هتلاقي اللي حصل يا باشمهندس اوريدي حاول. طب اقدر بقى اخد النقطه دي؟ عايز اعمل موديفاي للجورنال، وليكن اقول له خده هنا، صح؟ تمام. طب هل بقى يا باشمهندس تقدر تاخد ده تحطه هنا كده؟
عايز 5 سم او عايز 5 سم. طب اجيبهم ازاي 5 سم دول؟ ممكن بلينكات. لازم اضيف لينكات. اضيف لينكات ازاي؟ تمام. خلي بالك اللينكات اللي انت عايز تضيفها مش مهندس، هي لينكات ايه؟ راسيه؟ لا هتبقى هوريزونتال. لا اللينك اللي انت هتضيفها ما فيش عندنا حاجه اسمها هورزونتال. لا احنا عندنا حاجه اسمها لينك اوفست اند سلوب. لينك اوفست اند ايه سلوب؟ انت هتاخد لينك بعرض معين وبميل معين. انت الميل بتاعك اكيد عايزه ايه؟ طب هو هنا في ميل اساسا على ال اهو يا عمي الاوفست فروم بيز لاين، هتاخد العرض بتاعها انت عايزه كام؟ بوينت 5 صح؟ مفيش سوبر اليفيشن او ايه؟ الميل بتاعك عايزه كام؟ صفر. يبقى ده الميل بتاعي زيرو. بعد اخد الايه اللي كان بتاعتها ايه بقى يا عم؟ ايه اللي حصل خلى لك البوينت الجميله بتاعتك ايه؟ بعدها اقدر اختار الراجل ده واقول له ايه؟ اد اسمبلي وضيفها له عند مين بقى؟ عند هذه النقطه. تلاقي اللي حصل يا باشمهندس ركبت انا هاخد اللينكات دي برده كوبي نرميها الناحيه الثانيه. الله ينور عليك. تقدر بقى تطبل الكلام ده على اليمتين. خلي بالك انت هترسم لازم اللينكات دي، لازم البتاع ده اخدها ارسمها ثاني هنا كده واحطها عند المسافه 5 سم وارسمها. هترسمها ثاني وهنا برده لازم ايه؟ ارسم، وهنا برضه لازم ايه ارسم ده. يعني مش هترسم، يعني انت هتاخد اللي احنا رسمناه تحولها لايه لاين لجول لاين. الله ينور عليك. في مشكله في هذا الكلام؟ طيب لو انت خلصت هذا الاسمبلي تقريبا خلصت بقيه الاسمبلز بتاعتك كلها ولا لا؟ تمام ده انت ان شاء الله نكمله المره الجايه ومنه نبدا نعمل ايه. تمام نطبق باذن الله نبدا نعمل الكوريدور بتاعنا ونظبط في الموديل بتاع الطريق. شكرا.